رويدة، والآن إلى مسرحية كوميدية لكل الأعمار تطرح نظرة المجتمع الذكوري الذي يفصل الولد عن الفتاة ويفرق بينهما، يهمش الفتاة ويقدم كل التسهيلات للولد. المسرحية بعنوان طر نقشي للممثل والمخرج المسرحي كميل سلامي، الذي قدم الفرصة لممثلين شباب بالوقوف على خشبة المسرح. كاميرا صباح النور حضرت المسرحية وعادت بهذا التقرير. بنت أو صبي حكاية عمرها آلاف السنين. التمييز بين الفتاة والصبي، من هنا أتت فكرة مسرحية طر أو نقشي للمخرج كميل سلامي الذي قدمها منذ 30 عاما، وعاد ليقدمها اليوم مع جيل من الممثلين الشباب الذين أعطوا النبض والحيوية للعمل ولعبوا أكثر من دور يتضمن الموسيقى والغناء والتمثيل ويروي كل المراحل التي نمر بها في المجتمعات العربية. صنعت بين صبيان ولا بنت هالمسؤولة، كيف فقد جنس الإنسان اثنيناتهم كانوا صبيان، فيك تقلي يا عيوني. هي كوميديا، من أبدا شغلة لا دراسة اجتماعية ولا تحليل نفسي، كوميديا اجتماعية بأسلوب بحب اشتغل فيه أنا على المسرح، منه مباشر، في حركة، في انرجي، في مشاهد، في عجقة، في أغاني. أكثر من شخصيات، لأنه لما يكون ترافادو جروب ما بكون بزيع على دور من أول مسرحية لآخره، بكون في إذا بدك حالات، وكل مشهد في شخصية معينة. وأول إكسبرينس لإلي معه بهيك مع هيك أكيد صراحة كانت كتير حلوة. الأدوار يلي عم نلعبها ما فيها بطولة، ما فيها دور ثنائي، فكلنا مضطرين نكون قلب واحد، وهذا الشيء كتير حلو. قديش معاشها؟ رح بلش ب $300 وكل سنتين بزيدولي درجة $15 هيدا عدا عن الدرجة الاستثنائية وغلى المعيشة في المفعول الرجع. يخرب ذوقك شو مهضوم. أنا لأنه هالقد معود على النمط يلي بيشتغله، يعني ما كان عندي كتير مفاجآت، خصوصي بهالمسرحية اللي يعني كمان بعرفها كتير منيح، يعني كله باحتراف وبفصل أكيد دور الأب عن دور المخرج، يعني كل إشي كنت أكيد متوقعه. مطلوب منا هو موجود بالنص وعينه لأستاذ كميل من برا، فكل شيء اشتغلناه هو إنه نركب سوا فرقة إنرجي حلوة نحب اللي عم نعمله كل يوم. عقل حالي يا ابن الشغل مش عاد، بس الشوفة ما في نصيب بيناتنا. سو كان كتير لذيذ الشغل، وأستاذ كميل كمان كتير إذا بدك متواضع بالشغل معنا، كمان كخريجة مسرح، كمان مش شغلين قصص بروفيشنال قبل كتير. كان الشغل كتير سلس، ما حسينا بالوقت مع أنه صرنا زمان بنتمرن، وكانت طريقته كتير بروفيشنال لدرجة أنه نحنا ما حسينا أنه تعبنا، كان كل شيء حسيناه سهل مع أنه ما أنه مسرحية أبدا سهلة. أستاذ كميل كتير عطينا الحرية أنه عن جد نعطي شو قادرين نحنا نقدم لهول الكاركترات، ولا مرة فرض علينا طريقة معينة، ولا مرة قالنا لا هيك بدك تأديها، فعن جد هيدا كان كتير شي بعقد. كتير بتحس شغل مجموعة أكثر من أنه فردي، يعني إذا حدا كان منا ضعيف أو منه قد المستوى ما بيقدر يقلع العمل. عمل مسرحي كوميدي واقعي لا يخلو من المواقف العبثية والانتقادية للمجتمعات التي لم تتخطى فكرة الذكورية والتفريق بين الرجل والمرأة على مر السنين.